حتى صيفطتش مع ولد مدير الدريه الناس كل تعرفها، ولكن الشيء اللي ما نعرفوش هو النظم والشاعر اللي نظم هذه القصيده. في الحقيقه القصيده هذا رجع مجهول النظم، وقع فيه صراع بين مدرسه الجزائر ينسبوها لابن يوسف ومدرسه تلمسان ينسبوها لابن سهل. ولكن الحمد لله بفضل حفيد سي محمد الكحه رحمه الله احد عميدة الموسيقى الاندلسيه في الجزائر العاصمه، خلانا كناش خلانا بوتي كارني بدا فيها مجموعه من القصائد، وين عثرنا على هذا القصيد يعني بالصفه الشامله والكامله، يعني لو تكست انتيغرال كون فوز الي ديكوفغيغ، يعني مام دي كوبلي كي اونتي ديسبارو كاريمون اي دي سو كوبلي اللي تبحروا كامل. وفي الاخير يا سي نافع تاع النظم يقول لك سيد حمد دل الناس وبلادي دلس، اذا مول النظم نظم القصيد هذا هو سيد احمد بن الناس وهو من مدينه تونس. وهذا هو الجميل، هذا هو الجميل في البحوثات اللي تقوم بهم جمعيه الفنون الجميله، انه قصيد كما هذا سيفتش مع ولد قنديل غنوه كامل عمالقه الفن. وحتى انا شخصيا حتى اليوم باش عرفت انه الشاعر هو من مدينه تونس، حنا نقولوا له انه القصيد هذا الشاعر تاعها راهو مجهول، ولكن في الاخير راهو كاين ناس راهي تبحث في هذا الامر حفاظا على الهويه، حفاظا على الهويه الجزائريه. كاين بعض القصائد اللي لقاوهم في المغرب ولقاوهم في هما تاع الجزائر وهما ينسبوهم لانفسهم، ولكن عندما يكونوا ناس يبحثوا ويحافظوا على هذا التراث حتى حاجه ما تضيع من الجزائر. اذا نخلوكم مع جمعيه الفنون الجميله اللي رايحين يتحفونا بباقه من وصلات الفن العربي. ما تنساوش انه قائد الجمعيه الهادي بكورة هو ايضا شاعر وكتب عده قصائد، ويتغنون بهم كما فريد الخوجه وكما منى مبليده وكما عده فنانين. وانا شخصيا اعطاني قصيده شابه هي الليل. ما شاء الله تبارك الله عليك. لازم الهادي في القصيده تاعه تحسوا به باللي مكوي مكوي بزاف. إذا نخلوكم مع جمعية الفنون الجميلة ونتمنى لكم أوقات ممتعة. Thank you.
Thank you.
كانت معنا هذه جمعية الفنون الجميلة للوزارة تعطونا تحية كبيرة 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 لهم. في ديانة الجو كان معنا الهادي بكورة، تحية كبيرة كبيرة أيضا له. إذن يتفضل معنا السيد عضو مجلس الأمة السيد محمود.